متابعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم على منصة بنكير وجولة جديدة في أسواق المال والأعمال والشركات والطاقة حول العالم. وكل جديد لليوم الثلاثاء 29 من أغسطس 2023، والبداية مع العناوين. الصين تحذر، تسييس واشنطن للتجارة قد يترك أثرا كارثيا. غدا أكبر شركة سيارات في العالم تستأنف الإنتاج بمصانع التجميع اليابانية. شركة توافق على تسوية بستة مليارات دولار بسبب سمع مقاتلي الجيش الأمريكي. يو بي أس يستعد لإعلان أول نتائجه منذ استحواذه على كريدي سويس. قطاع الطاقة العالمي يوفر 520 مليار دولار من تكاليف الوقود. مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع عقب بيانات اقتصادية مهمة. كانت هذه العناوين، وإلى الأخبار. بنكير، نبض البنوك. أبلغ رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ الثلاثاء وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو بأن تسييس المسائل التجارية من قبل الولايات المتحدة قد يترك أثراً كارثياً. وقال لي للوزيرة الأمريكية التي تزور الصين إن تسييس مسائل اقتصادية وتجارية وتوسيع نطاق مفهوم الأمن بشكل كبير سيؤثران ليس فقط بشكل خطير على العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة، إنما سيمسان أيضاً بمصالح شركات وشعوب البلدين، وسيتركان أثراً كارثياً على الاقتصاد العالمي. تستأنف شركة تويوتا موتورز العمليات في مصانع التجميع التابعة لها في اليابان غدا الأربعاء، بعدما أدى عطل في نظام الإنتاج إلى توقف التشغيل المحلي في أكبر شركة لصناعة السيارات بالعالم من حيث المبيعات. وقالت الشركة إنها تستأنف عمل 25 خط إنتاجيا في 12 مصنعا بسوقها المحلية اعتبارا من صباح الغد الأربعاء، على أن يتم تشغيل مصنعيها الآخرين اعتبارا من بعد الظهر. وافقت شركة 3M على دفع أكثر من 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات لحل مئات الألاف من الدعاوي القضائية التي تزعم بأنها باعت سدادات أذن معيبة للجيش الأمريكي أدت إلى تلف السمع للقوات المقاتلة. وقالت الشركة يوم الثلاثاء في بيان لها إنها ستساهم بمبلغ 5 مليارات دولار نقداً ومليار دولار في أسهم العادية لشركة 3M، وذلك حتى عام 2029 بموجب شروط الاتفاقية. كما قالت الشركة أنها ستسجل رسوماً قبل خصم الضرائب في الربع الثالث وتبلغ حوالي 4.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.1 مليار دولار خصصتها بالفعل للمطالبات. يستعد بنك يو بي اس لنشر أرباح الربع الثاني يوم الخميس المقبل، وهي النتائج الأولى المرتقبة حول أداء أكبر بنك في سويسرا بعد أن استحوذ على منافسه كريدي سويس في صفقة ضخمة أحدثت هزة في القطاع المصرفي السويسري، وذلك في وقت سابق من هذا العام. وسيتم إلى اهتمام كبير لخطط تسريح الموظفين ومصير القسم السويسري في كريدي سويس، والذي أحاط به الكثير من التكهنات في الأشهر الأخيرة. كشف تقرير تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2022 والذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا الثلاثاء أن أزمة أسعار الوقود الأحفوري سرعت من زيادة تنافسية الطاقة المتجددة، حيث كانت التكاليف حوالي 86% من إجمالي قدرة مشاريع الطاقة المتجددة والتي تم تشغيلها حديثاً في عام 2022، أقل من تكاليف الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري. وأظهر التقرير أن الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في عام 2022 خفضت تكلفة الوقود المستخدم في قطاع الكهرباء في جميع أنحاء العالم، كما قللت القدرات الجديدة المضافة منذ عام 2000 تكلفة الوقود لقطاع الكهرباء في عام 2022 بما لا يقل عن 520 مليار دولار أمريكي.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بداية التداولات الثلاثاء مع إحجام المستثمرين عن المراهنة بقوة، وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع ستوفر المزيد من الدلائل على حالة الاقتصاد. وسجلت بيانات الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو أدنى مستوياتها منذ مايو 2021، والتي بلغت 8.827 مليون مقابل توقعات بأن تبلغ حوالي 9.5 مليون وظيفة. كانت هذه نهاية الأخبار، كنت معكم أنا سارة مجدي، وشكرا للمتابعة. بانكير، نبض البنوك.